بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا قناة الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن موقع لخداع أصدقائك. يكون بجانبك صديق فتسأل الموقع: ما اسم صديقي؟ ما عمر صديقي؟ إلى آخر من الأسئلة. السر في ذلك أنه أنت من تقوم في الحقيقة بكتابة الإجابة وهو يخرجها لك. والموقع ما يميزه أنه يقبل اللغة العربية. مثلا نكتب هنا في السؤال: ما اسم صديقي؟ الإجابة تضغط على نقطة شيفت وحرف الزاي، ثم تضع مثلا الشبح للمعلوميات. هو انظر يضع شيئا مغاير، لم يضع ما أنا كتبته باللغة العربية الشبح للمعلوميات. نضغط على أوكي. انظروا، خرج لي الشبح للمعلوميات. لو وضعت هنا باللغة الإنجليزية مثلا، لو وضعته باللغة الإنجليزية: ما اسم صديقي؟ الآن سوف أضع الإجابة هنا باللغة الإنجليزية مثلا نقطة. إذا كان باللغة الإنجليزية طبعا نضغط على حرف الزاي بدون شيفت، ونضع شبح مثلا SHBAAH. طيب الآن نضغط على أوكي. انظروا، أخرج لي الشبح أو شبح كما وضعته أنا. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم بعض الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وزيارة موقعنا والاشتراك في القائمة البريدية، وكذلك زيارة صفحتنا على فيسبوك وتويتر وجوجل بلس والاشتراك بهم. وفي أمان الله.